احكولنا كده على فريق المعجزات اتكون امتى وازاي واعضائه ايه وافراده مين؟ عرفونا كده على اكتر على فريق المعجزات. فريق المعجزات بقاله حسبه مثلا حوالي 5 6 سنين. في ناس طبعا اقدم مننا بكتير. احنا انضمنا مؤخرا، انا مثلا مع الفريق بقالي حوالي سنه ونص، محمد بقاله مثلا حسبه 3 سنين. الفريق طبعا اللي اسسه الكابتن محمود عبده الركز بالعكاز، معاه الكابتن سيف والكابتن عبد الله، دول اللي اسسوا الفريق. ومؤخرا ربنا كرمنا طبعا واتعمل منتخب، بداوا طبعا بهرم مقلوب. احنا عندنا ما فيش نادي، عندنا ما فيش دوري اتعمل. بتدربوا فين طيب؟ احنا بنتدرب طبعا، كنا بنتدرب في استاد المحافظه السلام. في السلام, السلام. كان الدكتور اشرف صبحي كان مخصص لنا ساعه الصبح يوم الجمعه بنتدرب فيها. وطبعا الساعه ما كانتش كافيه ان احنا نتدرب في ساعه ونلعب والكلام ده كله. الفريق ابتدى عدده يزيد، ابتدى البيجي عدده يزيد، وفي ناس كتيره ابتدت تتواصل معانا، ناس جديده ما بيشوفونا واحنا بنجري وبنتحدى بعض وبنعمل مثلا ترقيصه، بنعمل سبرنت كويس، بنعمل هجمه، بنعمل جون كويس. الناس بتبتدي، ممكن واحد يبقى جوا يقول خلاص انا ازاي هلعب كوره، انا برجل واحده اكيد مش هلعب كوره زي ما انا كنت فاكر كده. الجون نفسه لازما صفاته يبقى عنده باتري في ايد من الايدين، لان الجون بتاعنا لازما يبقى يصد بيد واحده. بالنسبه لنا احنا بنلعب بعكاز، ممنوع ان الكره تيجي في العكاز باي حال من الاحوال. اصعب يعني اي حد تاني في ظروف مشابهه غالبا هيمارس رياضه تانيه بيستخدم فيها الايدين مثلا. انا كنت الاصعب ده التحدي الاكبر ما هو ده التحدي بتاعنا. هو حضرتك احنا كلنا بدينا اللي احنا كلنا دراعاتنا ورجلنا ضعيفه كلنا ما اطلاقا، يعني كل لعيبه المعجزات كانت دراعاتها ورجلها ضعيفه. انا عن نفسي انا بديت كنت بنط على سلم، دي بداياتي اللي خلت رجليها تجمد ودراعاتي تجمد، بقيت انط على سلم على درجات السلم وانزل واطلع وانزل. ما غاد بديت ارجع تاني اللي انا اتدرب اللي انا المس الكره برجلي. اول ما لمست الكره برجلي خلاص بديت انطلاقه بقى في الكوره. انما انا اساسي في البدايه انا كنت حارس مرمى اصلا وانا سليم، يعني انا وانا سليم كنت حارس مرمى. كره القدم لاصحاب القدم الواحده القواعد تحت مظله مثلا الاتحاد. لا للاسف والله يا فندم، للاسف للاسف يا استاذ كريم، للاسف لسه ما اتعملهاش الاتحاد، مع ان الكوره دي اصحاب الثقه الواحده طبعا ليها في كل الدول اتحادات وليها انديه وليها منتخبات. احنا المره الوحيده اللي ربنا كرمنا السنه اللي فاتت دي اتعمل منتخب بمساعده طبعا الناس اللي هي المسؤولين، وسافرنا وحققنا بطوله برضو ما شاء الله، يعني المركز السابع، ولعبنا مع ابطال عالم، والكابتن سيف واخد احسن حارس في تنزانيا في امم افريقيا في البطوله الاخيره. وعندنا ما شاء الله لعيبه برضو محترفين، الكابتن محمود ده برضو محترف النهارده برضو في تركيا. واحنا ما شاء الله كل يوم بيجي لنا لعيبه جديده، هم بييجوا يلعبوا معانا بيبقى بيحس ان هو فاته كتير فعلا، يعني ازاي انا برجل واحده وهلعب كره معاكم وهتحرك وهحط جون والكلام ده كله. وبنعمل مسابقات وبنختار افضل لاعب، افضل هداف، افضل مهاجم، وبنعمل الكلام ده كله. يمكن انا برضو زمايلي الاسوياء بصمم ان انا العب معاهم بعكاز، وبيعملوا احتكاكات معايا ودايما ما بيلعبوش من غيري، دايما بيقولوا لي لا لازم تيجي تلعب معانا مستواك بيتحسن. وفي ناس منهم يقول لي لا يعني عنده حاجه جوه، انت ازاي هتعمل سبرنت وتعديني؟ لا بالعكس انا عندي رجليه، تعالى كده نجري قصاد بعض، فاجري قصاده اسبقه. هو من جواه بيبقى طب ازاي انت ازاي بتجري بعكاز؟ فهو من جواه لما بيعمل معايا اول تحدي هو فاهم ان هو لما يجري خلاص هو هيفوتني. بالعكس انا اتدربت واتمرنت واشتغلت على نفسي كتير، فبفضل الله الحمد لله النهارده انا مبسوط من نفسي جدا. ودايما بقول لاي حد صاحب من ذوي الهمم، انت بطل حكايتك. صح. انت اللي تقدر تعمل من نفسك بطل. انت لو قعدت في البيت وقلت خلاص انا حصل لي بتر، انا حصل لي اصابه، انت يستحيل هتتقدم. لو قعدت اعتمدت ان انت مش هتشتغل، مش هتتجوز، مش هتخلف، يستحيل. صحيح. لازم ان يبقى قدامك هدف تقدر تعمل كل حاجه. انا النهارده عندي طرف صناعي بلبسه، ببقى ماشي طبيعي جدا، ما حدش بياخد باله منه. يمكن بعض ناس كتيره جدا، انا كنت شغال مندوب مبيعات، والشغلانه دي لازما بتبقى يعني مهمه جدا، بتنقل من مكان لمكان. في ناس قعدت معايا سنين لحد النهارده ما يعرفوش ان انا مركب طرف صناعي، وابتديت اشتغل وابتديت ابني مستقبلي واتجوز والكلام ده كله. فالحمد لله.